بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم عزيز الزاهر. في المقطع اليوم راح نستعرض لكم ماكرو مفيد واجد في عمليات المعالجة وقطع الأجزاء ورفع الأصوات وخفض الأصوات. هو ماكروين، يعني أنا راح أبين لكم الآن ماكروين، ولكن اثنينهم يعني يتحركون في نفس الفكرة، لذلك حبيت أن أوضحهم في نفس المقطع. الفكرة ببساطة، أنت لما تجي في مراحل المعالجة تحتاج أنك تقوم بعملية قطع بعض الأجزاء. طبعا في شغلات مثلا تقطع الأجزاء في البرنامج، ولكن من اللي يحب يمارس هذه الأشياء بشكل يدوي ليضمن شغله وجودة شغله أكثر. الماكرو يعني لما أجي هنا أختار هذا الجزء وأقوم بحذف الجزء هذا، الشغلة الثانية أعمل fade in وfade out إلى البدايات علشان أضمن ما يصير لي الكليك. باختصار الماكرو راح يقوم بهذه العملية. أنا راح أضع لكم اختصارات الماكرو وأنتوا يعني فقط ابنوها عندكم في البرنامج. الشغلة اللي أحب أبينها في هذا الماكرو الاحتياطات، لأن ممكن البعض يجي يطبق الماكرو ويلاقي بعض العراقيل، وهي أنك أنت لازم تختار التراك. راح تلاحظ برضو أثناء تطبيق الماكرو أن هذه راح تتغير. الآن أجي أطبق الماكرو، طبعا أنا عملت اختصار مباشر إلى هذا الماكرو يقوم بالحذف والفيد. لاحظ الشباب هنا عمل لي الفيد. فمثل ما قلت لكم شباب، نختار نظل الاختيار على التراك، وراح تلاحظ انه 32 1/32. هذه ال 1/32 انت مخير انك انت تخليها اكثر او اقل، ولكن انا وقت ما بنيت الماكرو وجدت ان 1/32 هي المناسبة الي علشان ما ياكل اكثر من مكان الصوت. ولكن انت برضو اثناء التطبيق لو حبيت ما تاكل مكان الصوت، يعني خلي اختيارك شوية ابعد من نهايات الصوت بالطريقة هذه. واذا كان الفيد اكثر من 1/32، يعني مثلا 1/16، فما راح تكون عندك برضو مشكلة، لانه راح يعمل فيد مثلا الى هنا. هذه النقطة اللي حبيت ابينها. الصورة راح اعطيها لكم الان بالاوامر، وانتم فقط طبقوها عندكم في البرنامج. الآن أجي إلى الماكرو الثاني، ومثل ما قلت لكم هو يعني يدور في نفس الفكرة، ولكن الماكرو هذا الثاني فائدته أكثر، وهو خفض ورفع الأجزاء. نكون مثلا بعض الأماكن عندنا صوت النفس، فأنت صوت النفس من طبيعة المنشد ما تحب أنك تحذف بشكل كلي مثل ما عملنا في الماكرو اللي قبل هذا، لكن تحتاج إلى أنك تخفض الصوت. ففي الطريقة اللي موجودة في البرنامج هنا أنك مثلا تقطع الجزء هذا وبعدين تجي إلى هنا وتنزل، وبعدين هنا مثلا تعمل كروس فيد علشان تضمن أن ما تصير لك مشاكل الكليك. يعني هي خطوات كثيرة، والغرض من الماكرو هو اختصار هذه الخطوات. فأنا أجي ومثل ما قلنا في الماكرو الأول أن التراك لابد يكون عليه الاختيار، أجي هنا إلى هذا وبالاختصار طبعا لأنا بعد ما صنعت الماكرو سويته، يقوم بخفض الصوت أو رفع الصوت. ليش هذا الماكرو مفيد واجد في عمليات المعالجة والميكس؟ لأنك أنت أثناء عمليات المعالجة والميكس من بعض الأمور اللي راح أنت تقوم بها وهو أنك ترفع الأجزاء، يعني مثلا هذه الأجزاء المنخفضة أو المرتفعة تحتاج مثلا أنك أنت ترفعها وتحافظ برضو على الصوت والانسيابية الموجودة في الصوت. يعني على سبيل المثال هنا لما أجي أشوف أن الجزء هذا صوته عالي وهذا الجزء صوته منخفض، وأحب أن يكون مثلا بينهم توازن، فأجي إلى الصوت هذا وأعمل له رفع، يقدر مثلا 2، وأجي لهذا الصوت وأعمل له خفض. فهنا بالطريقة هذه صاروا متوازنين، وكل الخطوات هذه أنا ما احتجت لها، إنما فقط صنعت الماكرو وعملت لي اختصار. هذه الشغلة واجد شباب راح نحتاجها في عمليات المعالجة لما نرتب الصوت قبل ما ندخل في الانسرت ونحط الكمبرسر أو الأشياء الثانية. الشغلة اللي أبغاكم تنتبهوا لها برضو شباب، إنه مثل ما قلت لكم الفيد اللي موجود من ضمن
الخطوات أو الستبس اللي راح نصنع فيها هذا الماكرو. برضو إلى الماكرو الأول والماكرو الثاني، على سبيل المثال لو أنت عندك تراكين أو ثلاثة، فقط تحتاج إلى أنك أنت تختار التراكين هذول وتعمل سيلكت إلى الشيء اللي أنت تبغاه وتنفذ الأمر اللي أنت صنعته. أيضا المسألة اللي قلناها من شوي، الماكرو الأول راح يقطع لك الفيزا ويعمل الفيد إن والفيد آوت. أتمنى شباب يكون الماكرو هذا يساعدنا كثير في عملياتنا، عمليات المعالجة والميكس. هذا كل شيء بالنسبة لمقطع اليوم. تحية مني لكم أخوكم علي الزاير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.